يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول كيف قال في الحديث حديث ابن عباس أنها أسماء رجال صالحين من قوم نوح، والله قد أخبر سبحانه أنهم أي قوم نوح قد عبدوها، فقال ولا تذرن آلهتكم ولا تذرن غلوا في الصالحين، هم ما عبدوا الصالحين، الصالحين ماتوا على عقيدتهم على دينهم، لكن عبدوا صورهم. نعم.